ولطف الأسلوب الذي يستخدمه في طرحه لطالب العلم. هنا قال اعلم، وكلمة اعلم الكلام الذي يأتي بعدها يكون كلاما مهما ويحتاج إلى الانتباه، وهذا أسلوب قرآني. ربنا سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبعد كلمة اعلم جاء أخوانا كلام مهم، فاعلم أنه شنو يا أخوانا؟ لا إله إلا الله، ودي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، وده دعاء لطالب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك للطاعة، وإذا لم يوفقك الله سبحانه وتعالى لم تستطع أن تطع الله. أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، والموفق للطاعة ذاته هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده تسأل ربنا سبحانه وتعالى يعينك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والدعاء ده علمه لمعاذ ابن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، فقال له إني لأحبك يا معاذ، فإني أمرك أو أوصيك بأن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأيام دي هي أيام فاضلة، العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنه هم يعلموا يعني أجر الجهاد وثواب الجهاد، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في استثناء، إلا رجل خرج بنفسه وماله، شال ماله طلع بيه ولم يرجع من ذلك بشيء. هو ما رجع وماله ما رجع، إلا في الحالة دي حتى تعدل ثواب أو أجر هذه الأيام، أي العمل الصالح فيها. فهي من أفضل أيام الدنيا، وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام بتلاوة القرآن والذكر والصيام وغيرها من العبادات، وما وفق الله سبحانه وتعالى إليه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف لغة هو المائل، وقال بعض أهل العلم هو المستقيم. أي الذي يكون على الاستقامة، والمائل أي يكون مائلا عن الشرك، مستقيم على الطاعة وعلى العبادة، ومائل أي مائلا عن الشرك. والحنيف جاي من الأحنف وهو الأعوج أي الأميل أو المائل. طيب، واصطلاحا عرفها أهل العلم كذا تعريف،
قالوا الحنيفية هي أو هو المائل من الشرك إلى التوحيد، هو المائل من الشرك إلى التوحيد. وقال بعض أهل العلم هو المستقيم على الصراط المائل عن الانحراف، هو المستقيم على الصراط المائل عن الانحراف، هو المخلص المتبع. وهذا التعريف عرفه الشيخ سليمان الرحيلي. وقالوا الحنيف هو الميل من الشرك إلى التوحيد، وقالوا الحنيف والحنيفية هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قاله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود قالوا إبراهيم يعني يلينا نحن، والنصارى قالوا إبراهيم عليه السلام قالوا يلينا نحن. ربنا سبحانه وتعالى قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. يعني إذا أنت اتبعت ملة إبراهيم وهي ملة التوحيد فأنت متبع إبراهيم عليه السلام. أما اليهود والنصارى دين مصلبطين في إبراهيم، ما عندهم علاقة بملة إبراهيم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لأن الليلة قالوا نعمل دين جديد وهو الدين قالوا لإبراهيم. طيب الدين لإبراهيم ده شنو؟ قالوا هو اليهودية والنصرانية والإسلام، قالوا ذا الدين الإبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم كلامكم ده ما صحيح، لأنه قال لهم لا يهودي لا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ربنا سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام هو أمة ودعا قومه إلى التوحيد ونهى قومه عن الشرك، حتى يا أخواننا أبوه كان على ملة الشرك، فدعا قومه ودعا أبوه وتلطف في العبارة مع دعوة أبيه. دعا أبوه يا أخواننا بالتي هي أحسن، وده يا أخواننا من الفقه بتاع الداعية، خير يخش جوا ايش كده من فيخ الداعية والدعوة. قلنا أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد ودعا أبوه للتوحيد بأسلوب جميل وأسلوب لطيف. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. ودعاه بكلمات في سورة مريم لحد ما أبوه رفض الدعوة وإبراهيم عليه السلام اعتزل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. لا أريد أخواني أن الدين ما في مجاملة،
تقول لي والله ده أبوي وده أبوي وده عمي، أبوك وعمك وأبوك تحترمهم وتقدرهم وتطيعهم في مواضيع الدنيا، أما إذا خالفوك في مواضيع الدين اللي فيها حق وفيها مفاصلة ما تجاملتون يا أخوان، وإن جاهلاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلقطعهما. ما بيجوز يا أخوان أن تطيع أبوك وأمك في مواضيع المعاصي والشركيات إلى آخره، فتطيعهم في الحق وتقف معهم في الحق، وإذا كانوا على ضلال تتكلم معهم بالتي هي أحسن وترغبهم في الدين وتبلغهم الدين بالتي هي أحسن. طيب، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وعبادة الله وحده هي رسالة جميع الأنبياء والرسل. كل الأنبياء والرسل جو من أجل الحاجة يا أخوان، عبادة الله وترك عبادة ما سواه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السبب شو يا أخوانا؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء كلهم تمام موضوعهم، إبراهيم عليه السلام قوم عادوه ورموه في النار واعتزل أبوه إلى آخره، الكلام ده كله ليه؟ هذا سؤال صح ولا ما صح؟ الكلام ده كله من أجل العقيدة والتوحيد يا إخوان، ما من أجل حاجة ثانية. الموضوع ده لا فيه دين، لا فيه لون، لا فيه قبيلة، لا فيه أموال، لا فيه دنيا، ما هو أي حاجة. الموضوع ده كله من أجل التوحيد والعقيدة. فإبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، وجاء الرسل من بعده يدعون أقوامهم إلى التوحيد، إلى أن جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن تعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص يكون في عبادة الله عز وجل، لأنه ممكن واحد يعبد ربنا ويعبد معه آلهة أخرى، ده ما يبقى إخلاص، ده يبقى شرك. فالإخلاص عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شو يا اخوانا الاستدلال بتاع المؤلف ده يا اخوانا من فقه المؤلف، انه عباده الله وترك عباده ما سواه مثل قول المؤلف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، استدل عليها بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده في بشارة إنه ده يوريك إنه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا من أجل التوحيد، لأن ابن عباس قال ليعبدون يعني ليوحدون. فربنا سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس من أجل غاية واحدة، واللام هنا أهل العلم قالوا اللام للحكمة، وقال أهل اللغة والنحويين اللام للغاية، أي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العبادة، أي من أجل التوحيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. زمان قرونا انه الانسان خلق من اجل ان يعمر الكون، في كتب سنه رابعه وثالثه الانسان والكون كتاب شنو ما عارف، الكلام ده هو انه ما صحيح. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا عشان نعمر الكون، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من اجل العباده،
يعني الكون اصلا ما محتاج وسيله. انت بقى بتبني نفسك بنيت بيت وجبت سرايب وجبت الملائكه وسكنتها ورقدت منها. لكن ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعباده وامرنا بالتوحيد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعباده. هل ربنا سبحانه وتعالى محتاج لعباده العابد؟ ما محتاج يا اخوان. واذا الناس كلها كفرت وما عبدت ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ما محتاج لنا. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن ادم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا ابن ادم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ربنا سبحانه وتعالى غني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا يا أخوانا عشان نتقوبين أبدا. خلقنا من أجل العبادة، خلقنا من أجل العبادة وأمرنا بالعبادة رحمة بعباده. لأنه من عبد الله ووحد الله ربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنة، ومن أشرك بالله يدخل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، شوف المؤلف بغير لك يا أخوانا معلومة معلومة. بنجي يا أخوانا الليلة لأهل الطور، هل هم مقرين معانا بالمعلومة دي؟ ما قال لك فإذا عرفت. عرفت ده يعني شو؟ يعني انت المعلومه دي فهمتها واقررت بها. فاذا عرفت ان الله خلقك، هل عباد القبور واهل الطور والصوفيه مقرين معانا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق؟ دي زمان المشركين الاوائل نسبوا لها، وابو جهل وعقبه بن ابي معيط مقرين بها. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون من اخواننا الله. ده بيقول لك شيوخنا بيخلقوا عديد والله. هنا ده في محل هنا بيجاي نجيبهم يا شيخ الابتسام نازل نجيبهم بيجاي. هنا في محل هنا بيجاي شفتها؟ قالوا كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد شفتها؟ قاعدين قالوا الشيخ بدي الجنة. وربنا سبحانه وتعالى اتحداهم يا ضبان. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شنو يا اخوانا؟ ذبابا. الذبابة ما بيقدر يخلقوها. ابن كثير قال ذكر الله سبحانه وتعالى الذباب قال له امور، قال لكثرته ولمهانته و الى اخره. فتلقى اي زول يعني بيشرب الذبابة، ما في زول داير له ذبابة. ولا بالنسبه لك انت الضبان فيه فايدة، صح ولا ما صح؟ أكثر حاجة بيجي الضبان بيه أنت بتعمل لك كده بس. شوف ربنا سبحانه وتعالى ضرب لك مثل بالمخلوق ده، اللي أنت ما داير ده. ما بيقدر يخلقوها. قال ولو اجتمعوا له. ديل قالوا الشيخ بيديك دين عديد كامل، بيديك كعين وضير وعيون وجهك. معقول الكلام ده يا أخوانا؟ والكلام ده جايبينه في التلفزيون القومي السوداني. شعار لا اله الا الله. طيب الشعار ده احنا ما نطبقوه. قال جايبين واحد دلقون صوفي قاعد قال الشيخ قال جا وحش الزول قال له يا اخي انا داير جنه. فقام قال له خلاص بديك الجنه. ثاني جا واحد ثاني قام قال له انا اديت ذاك وثاني بديك. قصه طويله كده في النهايه فبركه. في النهايه الشيخ قال انت ده جنه وانت ده جنه. موضوع طويل قصه طويله. يعني خلاصة الموضوع ان الشيخ بدي يا اخوانا شنو؟ الجنة. وبنلقى يا اخوانا نسوان مساكين يصدقوا الكلام ده. يقول لك تمشي للشيوخ ناس فلان وناس علان ديل بدو الجنة. قالوا الولد بوقتين ذهب والبنت يا اخوانا بشنو؟ ما
الوجية قال واحد. بيصدقوا الكلام ده يا اخواني؟ في مجتمعنا ده الناس بتصدق، لانه في نسوان ثلاثة سنة أربعة سنة ما ولد طوالي ولا امشي للشيخ فلان ده بيديك الجنة طوالي. فإذا مشت له الشيخ طبعا فايد والله العظيم جنة، لأنه كونه يجيب جنة معناته شنو؟ تفهم شنو؟ تفهم إنه زول ده فجر بالمرأة دي صح ولا ما صح؟ لأنه الجنة يا أخوان ما بتقدر يقدر يجيب لجنة، ولا إلا الشيخ عنده مخزن بتاع أولاد بدي منه الجنة على ربنا سبحانه وتعالى، ولا الجنة بيجي بالطريقة الشرعية المعروفة. فالمهم ده كله يا اخواننا لعب بعقول الناس، وبيعملوا يا اخواننا عباد القبور ده أسوأ من شرك المشركين الاوائل، انه بيعتقدوا انه الشيخ يا اخواننا بيخدم مع الله. طيب قال فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادتي، خلقك وخلقك لعبادة، قال فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد. العباده دي ما بتسميها عباده وتقول دي عباده الا مع شنو يا اخوانا؟ مع التوحيد. ليه مع التوحيد؟ لانه اذا انت صليت وصمت وحجيت وعملت ما عملت من الطاعات والخيرات والعبادات، لكن عملك ده خلطته بشرك بيحبط كله. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وربنا سبحانه وتعالى قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك ايها محمد والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل ربنا سبحانه وتعالى ذكر 18 رسول يا اخوان في سورة الأنعام، في نهاية الآيات قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. صليت صمت حجيت تمام، عبادة أركان الإسلام ما فيها كلام، لكن العبادة دي أنت حافظت عليها. كيف حافظت عليها؟ بانه انت وحدت ربنا سبحانه وتعالى. ايوه وحدت ربنا بيقبل منك عباداتك دي. ليه؟ لان انا موحد. اذا اشركت ربنا سبحانه وتعالى بيحبط لك عباداتك دي كلها ولو كانت كثيره. عشان كده المشركين زمان كان عندهم عبادات، كان عندهم صلاه، وكان عندهم حج، وكان يعظم بيت الله ويطعم الحجيج، يقول لك هم يعملون المشركين. ربنا سبحانه وتعالى قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال لا يستوون عند الله. إخواننا كونك تعمر بيت الله سبحانه وتعالى وتعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وتفعل ما تفعل من الطاعات، هل ده يا إخواننا بدون توحيد بينفع؟ ما بينفع. عشان كده المشركين كانوا يعملوا الحاجات دي كلها. عشان كده ذكر عن حاتم الطائي، ده كان رجل كريم جدا، كان بيطعم الناس في الجبال، قالوا حتى بطعم الحيوانات الاسود والنمور وغيرها من الحيوانات الاليفه والمتوحشه بيطعم للكرم. وقال هو العنان انت من بعيد شوف يا وديك النار بتجي عليها بتجي تاكل تروح تاكل كرم شديد. بعد يا اخوانا عملوا ذو كرم وذو شد ما نفع، قالوا مش سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ابي؟ قال ابي وابيك في النار. فاخوانا الموضوع ده موضوع طويل، كونك تشرك بربنا سبحانه وتعالى ده موضوع طويل، ده بتكون خالد مخلد في النار. طيب قال فاذا عرفت أن الله خلق العبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. جاب لك مثال عشان تفهم المقال، لأنه بالمثال ينفضل المقال. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إذا الإنسان يتوضأ
محدد هل يحوالنا وضوء ذا نقض ولا ما نقض؟ وضوء نقض. الدليل شنو؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أنت توضأ عليه وضوءك صحيح 100%، لكن أحدثت انفصل من الأوضاع، طيب أها عليك شنو يا أخوانا؟ تعيد الوضوء، لأنه كما جيت صليت كذا صلاتك باطل. وإذا أنت مشيت صليت بالطريقة دي عمدا، أهل العلم قالوا قد تكفر عليك. إذا أنت ناسي تعيد صلاتك تاني، حتى لو الصلاة بعدها جات يا أخوانا وأنت تذكرتها، الشيخ الفوزان قال تاني تعيد صلاتك. الصلاة دي ما تسقط عنك، لا من تعيد إلا تكون أصلا ما تذكرت. طيب، فزي ما يا أخوانا الصلاة عظيم الطهور الوضع عنده نواقض، أيضا التوحيد وكلمة لا إله إلا الله عندها نواقض، لأنه إذا بيفهم منه الإنسان إذا قال لا إله إلا الله تاني معناته ما ممكن يقع في شرك، ومعناته هو بيخش الجنة طوال خلاص. أنت قلت لا إله إلا الله تطبقها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال من قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا إله إلا الله إذا أنت قلتها لا بد يا أخوان تعتقد العقيدة الصحيحة إنه لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لا معبود يستحق العبادة مع الله، ولا معبود بحق إلا الله. فلا بد يا أخوان الإنسان يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، ودي أصح يعني معنى لها لا معبود بحق إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. فإذا أنت قلت لا إله إلا الله لا بد يا أخوان تعتقد العقيدة الصحيحة، لأنه مرات تجد يتكلم في مسجد ويتكلم في التوحيد واحد يقول لك أنت بتكفر الناس، كيف بكفر الناس؟ يقول لك أنت بتقول أي زول بيدعو غير الله كافر. أيوه، أي زول بيدعو غير الله كافر. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بل عموم يا أخوانا أي زول بينادي غير الله، بيندق غير الله، بينادي غير ربنا سبحانه وتعالى ودون الله يا أخوانا مشرك وكافر، بنص الدليل ونص الآية وآيات كثيرة ثانية كثيرة في القرآن الكريم. لكن يا أخوانا تكفيرا معين تعد موضوع بلاغ لإقامة الحجة والشروط وانتفاء الموانع إلى آخره، لكن كونك تكفر زول طوال تقول لي انت يا فلان ابن فلان كافر، ده يا اخوانا اهل العلم قالوا الا للعلماء وبعد اقامه الحجه الى اخره، ده موضوع ثاني. فده موضوع براوه، ده موضوع براوه. طيب، قال فاذا دخل الشرك في العباده فسدت. وشوف المؤلف بيقرر المعلومات معلومه معلومه وفي معلومات بعيده يا اخوانا. ليه؟ لانه التوحيد يحتاج الى تكرار، وده فيه اشاره واضحه يا اخوانا انه التوحيد يحتاج الى تكرار، لانه الشرك بيقع في الامه يا اخوانا كما قال ابن عباس اخفى من دليل النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل. الشرك يا اخوانا اخفى من دكم الصخرة صماء والليل أسود، وبعد أخواننا تشوف فوق دميم النمل، كلام ده ممكن؟ ما ممكن. فالشرك أخفى من ده كله. الشرك أخواننا ممكن يقع فوق حتى الإنسان الصالح يقع في الشرك، قد تكون أنت تعلم وقد تكون لا تعلم. إذا أنت بتعلم معناته أنت موضوعك ده طويل، بتبقى زي جماعتك شوف الطرق، عارفين شغلتهم دي ما صحيحة، وعارفين شغلتهم دي فيها لولوة، وقد يكون عارفين نفسهم واقعين في الشرك، لكن عندهم مصالح، الموضوع ده فهو ما كان. بيجي بتاع الدقيق بينزل الدقيق، بيجي بتاع السكر بينزل السكر، بيجي الجماعة بيجيبوا العدان،
الشيخ مستفيد، فما ممكن يقر بالكلام ده، يقول انا واقع في الشرك او يعترف بالشرك، لكن قد يكون عارف نفسه واقع في الشرك لكن عنده مصالح دنيويه، وقد تكون ما عارف يقع فيك شرك الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخوف من اخاف عليكم الشرك الاصغر، فسئل عنه فقال الرياء. بل فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره. بل فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده افسدها، الشرك اذا خالط يا اخوانا العباده الصلاه والصيام غير من العبادات افسدها واحبط العمل، الكلام ده قلناه وقررناه، وصار صاحبه من المخلدين في النار، لانه كونك وقعت في الشرك انت معناه يا اخواننا تخلد في النار، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الموضوع يا اخواننا موضوع خطير، كونك تخلد في النار موضوع ده خطير. اسال يا اخواننا السخانه بتاعت اليمان دي الناس قاعدين عليها، ما بالك يا اخواننا بالنار. عشان كده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أورنا نار الدنيا بنار الآخرة لقلت بنار الدنيا، يعني كان غارانه ساي نار الدنيا بنار الآخرة، قال كان بتاخد لك غيلولة في نار الدنيا. شوف الموضوع ده خطير كيف يا اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه فإن النار أعلى منها ب70 ضعفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يا اخواننا ما حاجة سهلة، حارة، وأنت تكون خالد مخلد فيها يا اخواننا موضوع طويل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. طيب، قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني دي أهم حاجة أنك تتعلمها وتعرفها، انه اذا انت عبدت ربنا سبحانه وتعالى ووقعت في الشرك فعبادتك دي كلها يا اخواننا تحبط، وده يا اخواننا فوقه رد على شبهه كبيره يجيبوها كثير من الناس، انه يقول لك: مولانا احنا بنقول لا اله الا الله، بنصلي بنصوم وحجينا كم مره ومشينا العمره وبنصدق وبنطلع زكاه الفطر وبنعمل وبنبر والدينا وبنسوي وبنعمل. طيب انت في الشلال بتدعو الله يا اخي بندعو ربنا، لكن مرات كده ابونا الشيخ فلان ده الله يا اخي قالوا يعني بينفع فبندعوه. اذا انت شنو؟ اذا انت وقعت في نوع من انواع الشرك، لان العباده حق ربنا سبحانه وتعالى، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. الكلام ده اخواننا مهم شديد، لابد يقرر للناس تغريب، لانه في ناس كتار قد يكون المعلومات دي فايته عليهم. طيب، قال: لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه وهي الشرك بالله، لانه دي زي الشبكه يا اخوانا، الشرك الامام المجدد شبهها بشنو يا اخوانا؟ بالشبكه، لانه الشبكه قد ما تخليك منها، زي الناس الصيادين تلقاهم بيشيلوا الشبك بتاعهم ويمشوا ايه؟ يمشوا البحر، وحدين بيشتغلوا يعني كر، وحدين بيشتغلوا جدع ساكت، ففي النهاية الشبكة دي كانت تطلع منها يعني موضوع طويل. فشبه المؤلف الشرك بالله سبحانه وتعالى بالشبكة، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، لأنه الشرك الإنسان يا أخواننا يتعلم وتعلم وتعرف التوحيد، يتعلم التوحيد وما تكتفي بتعلم التوحيد وتترك الشيء. يقول لك: يا مولانا احنا الشاطر ما دايرين، لا نتعلم الخير بس. انت قد ورينا التوحيد ده والشرك ده خلو. لا ما خلو. ذو جمع عن حذيفه رضي الله عنه قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني. كان بيسأل ويجي يسأل علي من الشر الحاجة دي كيف؟ والله يا أخي ده زينة ما تقرأه، إنه كان فاحشة وساء سبيل، بيجي يسأل ده الشرك،
ما تقربوا، لأنه مخلدك في النار، بربا ما تأكلوا، لأنه الله سبحانه وتعالى بيمحق عندك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما تقرب السرقة، ما تقرب مال اليتيم، ما تأكل أموال الناس بالباطل. كان يتعلم يا أخواننا الشر ليه؟ عشان يهتموا، لأنه الناس يقول لك الوقاية خير من شنو يا أخواننا؟ من العلاج ديال الدكاترة. فأنت تعرف الشر عشان تهتموا. طيب، فلا بد يا أخوانا الإنسان يتعلم الشرك. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبل ما نجي للآية نجي لتعريف الشرك. أهل العلم عرفوا الشرك كذا تعريف، من ضمن التعريفات اللي عرفوها قالوا الشرك هو عبادة غير الله. الشرك هو عبادة غير الله كما عرفه الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم. وقالوا الشرك هو تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله. الشيخ الفوزان أنكر هذا التعريف ولكن عرفه بعض أهل العلم. قال: لا نعرف تعريف مثل هذا، إنما الشرك عبادة غير الله، ولكن عرفه بعض أهل العلم. فنطمن معنا يا اخوانا التعريف كله. وقال بعض اهل العلم الشرك هو عبادة غير الله، وقال بعضهم هو دعاء غير الله. وقال بعض اهل العلم الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ان تجعل لله ندا وهو خلقك. وعرفوه تعريفات ثانية الناس اللي عليها. طيب، والشرك بينقسم لقسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الشرك الذي يخرج الإنسان من الملة، يطلع البر مرة واحدة. وبعشرنا إلى الفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. تعريف الشرك الأصغر هو ما جاء في نصوص الكتاب والسنة بأنه شرك، ولم تأتي الأدلة بأنه يخلد صاحبه في النار. هو ما جاء في نصوص الكتاب والسنة بأنه شرك، ولم تأتي الأدلة بأنه يخلد صاحبه في النار. تعرف عرفت يا يوسف؟ بعدين الشغلة فيها امتحان، الناس تكتب يا بابا، الناس بتجي نعسان وما بتكتب دي، بعدين بتتعب. ثاني حاجة دي يا اخواننا من الأشياء المهمة، لم ينفع عظيم شعائر الله ذاته، ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كونك تكتب وتجتهد موجود يا اخواننا من تعظيم شعائر الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: الذي علم بشنو؟ القلم. فالإنسان اجتهد يا أخواننا في طلب العلم بالذات، وتجتهد بالذات في تعلم العقيدة، تعرف التعاريف دي، تعرف التفصيلات فيها، وتعلمها للناس في المحاضرات في الخطب وفي النصائح. لأنه أنت بتعلم الناس أكثر حاجة بتهلكهم وبتغربهم اللي هو الشرك. اي حاجه دون الشرك ربنا بيغفرها، زي ما جاء في الايه: ان الله لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا انت زنيت، شربت خمره، عملت ما عملت من المعاصي، انت تحت المشيئه، ان شاء الله سبحانه وتعالى عذبك وان شاء غفر لك. زي ما جاء في الحديث قال: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، لكن ده الذنب الوحيد الله سبحانه وتعالى ما بيغفره اذا الانسان مال عليه.
عشان كده لابد يا اخوانا الانسان يتعلم الكلام ده عديد، يتعلم وتعليم، تعرف الايات، تعرف الاحاديث، تعرف المواضيع المتعلقه بها، وتعرف التعريفات تكتبها وتتعلمها وتعلمها للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. تجي تجيب قدام الناس تديم آية واحدة بس، إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعلم الشرك، توريك خطوط الشرك، والشرك يخلدون في النار، وما دون الشرك لا يخلد في النار، وأنت تحت المشيئة. كده دي معلومة يا أخوانا مهمة تعلموها الناس كفاية. قد يرحمك ربنا سبحانه وتعالى بالمعلومة الواحدة دي وينقذ بيك ناس من النار. لأنه أنت بتنقذ يا أخوانا ناس من النار، موجود يا أخوانا ما سهل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي عندها أشياء تتعلق بها. أول، إنه الإنسان إذا مات على الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى له شرك. طيب، إذا الإنسان تاب من الشرك قبل ما يموت، زور كان يمشي بالحوليات والنوبات بالبرك والشيوخ يتمسح بيهم، ممكن يكون بسجدهم ويركع عليهم، ممكن يكون بيعتقد فوقهم النفع والضر، ممكن كان يمشي القبور ويتمسح بالأضرحة ويتبرك بيها، وكان واخد نصه لابس الأخضر مع الجماعة والمركوعة وبينطق معاهم وبيذكر الأذكار البدعية ويعتقد العقائد اللي بيعتقدوها عباد القبور. طيب، إذا الإنسان تاب، هل ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له؟ ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له، باب التوبة مفتوح لبتين إلى أن تخرج الشمس من مغربها وإلى أن تصل الروح الغرغرة. لأنه إذا الروح وسط الغرغرة خلاص بعد ثاني باب التوبة انقفل. لكن قبل كده باب التوبة مفتوح، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نجي لآخر حاجة، الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ثلاثين واحدة يا عمر كيف؟ بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب، قال الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، والشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار. هل في خلاف في إنه صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا كده على مطلقة كده بس؟ طيب، في زول عنده معلومة، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر شيئا يا أخوانا أن يشرك به. فالشرك الأصغر شرك ولا ما شرك؟ شرك. طيب، حق، وكونه بقى شرك معناته بيخلي صاحبه شنو يا اخوانا؟ في النار. طيب، في زول عنده معلومة؟ ها، إذا تاب منه، ما إذا تاب له كله خلاص انتهى، كان أكبر كان أصغر خلاص انتهى. المعلومة العالمة توصل من الشرك الأصغر أيوه تخش النار. الشرك الأصغر بالدليل إن الله لا يغفر
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب دارين أمثلة للشرك الأصغر. أيوة عصام. كالرياء. صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف من أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء. طيب هذا الرياء كله من الشرك الأصغر؟ في رياء من الشرك الأكبر. رياء المنافقين. طيب ممتاز. قال في رياء من الشرك الأكبر وهو رياء المنافقين. كلام صحيح. طيب ثاني نوع ثاني من أنواع الشرك الأصغر؟ التطيب يعني التشاؤم، كون التشاؤم بشيء معين، يعني التشاؤم بأنه يعني بأنه الكلم ده كلم أسود، معناته اليوم ده ما نافع وما بعرف الأعور والأعضل وما بعرف التشاؤم لك بشارع معين إلى آخره. تأخذ أنا أقول له ما بنوز الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. الدليل شنو؟ حلف. طيب برضو تعليق التمايم ايضا يعني الشرك الاصغر. يعتقد انها سبب بس. ايوه ما هو في حاجات فيها تفصيل لكن بس بالعموم كده، لكن في حاجات فيها تفصيل. طيب بعد ذلك ثاني ان الفروقات شنو بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر. ايوه ده الشرك يا تو. طيب أما الشرك الأكبر يحدث جميع الأعمال. ممتاز. قال الشرك الأكبر يحدث جميع العمل لو أشركوا حلف عنهم ما كانوا يعملون، أما الشرك الأصغر فيحبط ما صاحبه من العمل. طيب ثاني جزء يعرف فريق. أيوة ممتاز. الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. أنا مدبر لي سعيد. ممتاز. الشرك الأكبر يحل الدم والمال، أما الشرك الأصغر فلا يحل الدم ولا المال. فدي الفروقات بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وأعتاب قال المؤلف وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، إن شاء الله سيخش في القواعد الأربعة في الدرس القادم، حيكون إن شاء الله بعد العيد. أنا كيف حد إن شاء الله على العيد، وبنعلن الإعلان على مواصلة الدرس إن شاء الله، حيكون الدرس بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، عشان كهربوا وعدم. ففي يوم الجمعة الكهرباء تكون مستقرة، يوم الجمعة الناس بيكونوا يعني قاضين أكثر في باقي الأيام وفي ذلك.